كوك ستوديو مقدم لكم من طرف كوكاكولا. كوك ستوديو بروح مغربية. اليوم القصيدة ديالنا كر الحسان غادي تكون اونديو ما بين رضوان الأسمر ماكسيم كاروتشي، واحد من الأصوات المغربية اللي محافظ على أصالة ديال دوك الأنغام والليغام المغربيين والمقامات المغربيين. اليوم أي واحد كيجدد طورات مغربية بالنسبة ليا سي ان غران با، كتجلب لا نوفيل جينيراسيون تسمع لذاك الشيء القديم. وما بين رضوان الأسمر جا هو يدير الموسيقى طق قلبها. راني فرحان بأن ذكر الحسام غادي يتغدى بتوزيع آخر وتغنى بكولور واحد آخر. سير أنا كر الحسان يا مشي طوراك ويبان البرمان. كومون سافا؟ امبيكال. كلشي بخير الحمد لله. تخونكيل نهار كبير هذا بعدا اللي جمعتينا مع رضوان. سي اون بيل سوبريز. كبير اللي تلاقيت معاكم انا كوميم. جو بيل شوميز. ميرسي سي جونتي. الله يلا. حتى الاخر نعطيها لك. ياك. لا الله يكرمك. كل جينيراسيون خاصها دير الطون ديالها. حنا دابا علينا ديك الحمل ديال نوريو للناس المغاربه وماشي غير المغاربه العرب والعالم كامل بان المغرب عنده الخابيه كبيره وفيها بزاف فهما يدار ما غاديش يسالي داك الشيء غنجي انا ويجيو ليا مني ويعاودوا يجيو وغادي يخدموا وباقي كاين اللي كاين باجاج اللي يخدموا به. حنا اليوم واش غادي نديروا؟ غنديروا ان ميلونج ما بين الاصليه وما بين لا روبريز و اون فيزيون كوك ستوديو. جيم بيان نسمع ناكر الحسان في كولور واحد اخر مع ارتيست ماروكا اللي تبارك الله كبير ومعروف. ان شاء الله غادي يكون كلشي ان شاء الله دوز مزيان ان شاء الله. تري بون اكسبيريونس. اي وي وي. ديماريو ديماريو. Enfin, سالينا لي ريبيتيسيون كانت شويه ديال التمارين. الحمد لله على الكورون داز بيني وبين ماكسيم. صراحه سيتي ان اونور و ان بليزير دو بوفوار كولابوري مع خويا رضوان. كان شويه الخدمه في هذوك لي بتي ديتاي خدمنا عليهم اللي قلناهم، ولكن ابار سا داز كلشي مزيان بخير الحمد لله ترونكيل. سكي مانيفيك سي لا ترانزيسيون بين تقليدي ستيل ديالو اللي وزع بلس ديال حميد ان ميكساج اللي بصراحه كل ساعه اللي كان ريبيتو حنا كان الناس يسمعوا كل كان سافروا محدي كان غني وكان تطرب هذا هو اللي مهم. سايتي اكسترا اوردينير سي تري بون اكسبيريونس و ان شاء الله زالي كوتي سافي تري اكسترا اوردينير. كوك ستوديو بروح مغربيه. كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا.